أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول زوجتي طلبت مني الطلاق بعد مشاجرة مع العائلة، وبعدها بستة أشهر طلقتها وتزوجت غيرها، ولكن بعدما سافرت اتضح أنها مظلومة. مسائل الطلاق نحن لا نتدخل فيها، لأنها تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى حضور الطرفين الزوج والزوجة، هذا يحول أو يحال إلى المحاكم الشرعية أو إلى دور الإفتاء